بكرة الجمعة الأولى من شهر أبريل يوم اليتيم، كلنا نعرف مين هو اليتيم أصلا وإزاي نتعامل معاه وإزاي نتعامل معاه عشان ناخد حسنات كمان، يعني إزاي إن إحنا نكون عندنا رحمة باليتيم وإننا نعوضه شوية من اللي هو فقده من حنان ومن أمان ومن أمل ومن حاجات كتير قوي حلوة، فقد السند والظهر، إننا إحنا نحاول نعوضه. هنعرف كل حاجة من الشيخ أحمد مدكور من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وكل اللي عاملين في الاستوديو وفي القناة. ربنا يخليك. حياتك طبعا منورنا وضيف غالي علينا. الله يبارك. عايزة أعرف منك مين هو اليتيم؟ إيه هو اليتيم اللي يستحق الرعاية؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أود بالتحية أن أشكر حضرتك أستاذ أسماء وطاقم الاستوديو وكل عاملين القناة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع وفي هذا الجهد المبذول في هذا البرنامج تحديدا. يعني كما تفضلت حضرتك، يعني لابد أن يعرف كل السادة المشاهدين ما هو اليتيم. أولا الله سبحانه وتعالى جعل لليتيم مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وكما قلت لحضرتك قبل بداية الحلقة، اليتيم في الأب في بالنسبة للإنسان أو البني آدمين كما يقال، اليتيم هو من مات أبوه، ده معروف، يقول لك ده يتيم عشان أبوه مات. أما بالحيوانات اليتيم هو من ماتت أمه، فيعني حتى يعلم السادة المشاهدين أن هذا هو الفرق ما بين اليتيم وما بين اليتيم، سواء بالنسبة للإنسان أو سواء كان بالنسبة للحيوان. ازاي نتعامل مع اليتيم واليتيم ده؟ يعني الكبار ايتام، يعني في ناس كبيره والدها بيكون توفى، بس الطفل الاهتمام بيه بيكون اكبر، علشان نحاول ان احنا نعوضه شويه. ازاي نهتم باليتيم؟ كما قلت لحضرتك اليتيم، يعني السادة المشاهدين عرفوا هذا الأمر جيدا، اليتيم دايما النبي صلى الله عليه وسلم وصى أن نكون عندنا الحذر في التعامل مع اليتيم. أنا لما باجي أتعامل مع يتيم لابد يكون عندي الحذر شوية. ليه؟ لأنه ليه مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. اليتيم لما يتاكل حقه كما قال الله سبحانه وتعالى في بداية الصورة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب إزاي أنا أدي حق هذا اليتيم؟ شوف القرآن الكريم والسنة وكل العلماء والأحاديث وكل المؤسسات تحيط علما بهذا الأمر. شوف ننظر إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث فيقول: من ضم يتيما من يتامى المسلمين إلى طعامه وشرابه لم يجد الله له جزاء إلا الجنة. إن أنا أجيب واحد يتيم أكله وشربه واصرف عليه واهتم به، حتى إن كان عنده أرض أو عنده مال أو عنده عرض أو عنده عقار أو عنده سيارة، أهتم به كأنه ولد من أولادي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: لم يجد الله له جزاء إلا الجنة. ده غير الصلوات والزكاة والحج وغير ذلك. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. دلالة على إيه؟ على الحرص. طب لما نيجي نبص حضرتك أستاذ أسماء وكل السادة المشاهدين، سيدنا النبي ولد يتيما، النبي ما شافش أبوه، كلنا نعلم أن النبي لم يرى أباه صلى الله عليه وسلم، لكن كان عنده الحنين والاشتياق، وده طبيعة في النفس البشرية، إن أنا يعني بشتاق إن أنا أشوف أبويا وأمي. ويمكن هذه الذكرى يعني بتنح على بعض الناس بالبكاء أو بالعياط، ليه؟ يقول لك كنت أتمنى أشوف أبويا معايا، أو كنت أتمنى إن أنا يعني أبص لحنانه بس أو أشوف حنانه أو حنيته. فهذا أمر الإسلام. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث ربنا جل وعلا فيقول حينما يبكي اليتيم، الواحد لما يبقى مثلا عندك حد في العيلة اللي انت فيها يتيم، او عندك حد في الشارع اللي انت فيه يتيم، او عندك في المؤسسة اللي انت بتعمل بيها حد يتيم، ابن صديقك او قريب او حبيب وكان يتيما، ثم يبكي هذا اليتيم، الله عز وجل ينادي في السماء ويقول للملائكة: يا ملائكتي، من الذي أبكى الذي غيبت أباه في التراب؟ من اللي خلى اليتيم ده حضرتك عيط؟ فالحزن او يعني افتكر ابوه او الدنيا ناحت عليه كما زي ما بنقول. فيقول الله جل وعلا: يا ملائكتي اشهدكم ان من ارضى يتيما فقد رضيت عليه في الدنيا والاخره. اللي فرح يتيم ويدخل السرور على قلبه وعلى اهل بيته ليس له جزاء الا الجنه،
وربنا يقول في الحديث القدسي: من أرضى يتيما فقد رضيت عليه في الدنيا والآخرة، ومن أحزن اليتيم فقد أحزنته في الدنيا والآخرة. انظر لقيمة هذا الأمر. فأنا عايز أقول يعني من بداية هذه القناة يعني التي تتحدث إلى العالم كله، أقول يعني لابد أن نهتم بالأيتام. أوعى تقول الكلمة الشهيرة أن دايما بعض الناس يقول لك يتموهم ورزلوهم، أو يقول لك يا عم ده وراه وعنده أطيان وعنده وعنده. وإن كان الحق مهما يكون عندك مال، مهما يكون عندك أموال، مهما يكون عندك عقارات، مهما يصل بك وتصل بك الدنيا، هو في الآخر محتاج الحلامة بتاع الأب. لأن ممكن عندك فلوس لكن انت محروم من حنيه الاب، ما شفتش ابوك. فالقصه لابد احنا ان نراعي حق الايتام. وسيدنا النبي قال: من ضم يتيما، يعني جبت يتيم تسال عليه في المدرسه، دفع مصاريف المدرسه، تسال عليه يا ترى هو بياكل، يا ترى عايش. انت لما تجيب لبس لابنك اسال، انت لو هتجمع حاجه بسيطه بس صغيره كده زي بيقولوا كرتونه بها مثلا من الاشياء التي تباع في الاسواق، وتدخل بها على اليتيم. شوف سيدنا النبي يقول بقى لما يتكلم: لو بقى اليتيم ده جار ليك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. أم سيدنا النبي كررها 3 مرات. فمن يا رسول الله انت قلت لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن 3 مرات؟ قال: والله لا يؤمن من بات شبعانا وله جار جائع. يعني ده مش هيشم ريحة الجنة. في حديث آخر قال: والله لن يشمن رائحة الجنة من بات شبعانا وله جار جائع. مش هيشم ريحة الجنة، يعني ريحة بس مش هيدخلها، مش هيشمها، وليه جار يعني يعني لا يجد طعام، ممكن يصرخ، ممكن يتألم، ممكن يعني لا يجد علاج، لا يجد مصاريف، لا يجد، عنده من الهموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا يعني: من أدخل السرور على قوم، القوم ده ممكن يكون يتيم أو أرملة، من أدخل السرور على قوم لم يجد الله له جزاء إلا الجنة. نسأل الله أن يجعلنا خداما للأيتام والفقراء يا رب. يعني هو اليتيم بيكون حالة نفسية صعبة شوية، انه بالذات لو هو كان شاف ابوه وقت وبعدين والده توفى، الاثار النفسية اللي بتكون بتأثرها على فقدان والده او والدته. انا لسه برضو يعني شايفة انه اليتيم اللي فقد والده او والدته مش لازم يكون فقد والده بس. ولا حضرتك مش معايا في دي الاول؟ انت مش معايا في دي؟ نعم اتفق مع حضرتك. احنا كما قلت في بدايه الحلقه، اليتيم في الانسان او في زي بيقولوا من مات اباه، هو الاب مات. وليه هنا الشرع والعلماء عبروا ان اللي مات ان اليتيم هو اللي مات ابوه؟ لماذا؟ لانه هو اليتيم لحد سن معين. يعني في ناس تقول لك ده في الجامعه اصل ده يتيم. لا، هو اليتيم حضرتك يعني عشان الساده المشاهدين يعرفوا هذا الكلام، اليتيم مثلا الى ان يبلغ الحلم، انه مرحله البلوغ سواء من الولد او من البنت، ما دام وصل لمرحله البلوغ خلاص يعني ما بقاش يقال عليه يتيم. لكن احنا بناخدها من باب العاطفيه، لكن هو ممكن زي بيقول الى ان يصل الى ان يكون صبيا، ده يتيم. طيب اليتيم هنا في حاله نفسيه. انا دلوقتي ماشي مثلا، فانا شفت بابايا معايا او مامتي بيتفسحوا او مطلعين فسحة او في مكان مثلا بناكل ونشرب، انا كيتيم يعني امي مش مخليني عايزه حاجه مثلا، فربتني واحسن تربيتي ويعني ما حرمتنيش من كل حاجه. اللي احنا بنقول عليه باللغه العاميه ده يعني حبست نفسها عشان تربي اولادها. طيب لكن الولد هنا بينظر الى فقدان الاب. الولد هنا بيجي له حاله نفسيه، يعني لما يقعد مع نفسه ربما يبكي، وربما يعني كما قلت في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول دي الحالة النفسية بقى: من الذي أبكى الذي غيبت أباه في التراب؟ من اللي خلى الطفل اليتيم ده يعيط؟ ممكن حالة نفسية، ممكن ظروف المجتمع ظلمته، لكن لا، هو مش عيب أن أبوه مات ولا يعير بذلك. أنت أبوك مين أو أمك مين، لكن إحنا بناخده بحالة نفسية. وأنا عايز أقول إن العيد اليتيم مش يوم في السنة، لكن عيد اليتيم انت بتراعي كل ابتسامة في وجه اخيك صدقة. خذ هذه الابتسامة انك تسأل، يعني اسعد الناس من كان في قضاء حوائج الناس، كل يوم اسأل عليه. اسعد الناس يعني من يكون له دينه على ذكر الله، انك تهتم بيه. انت اقل في ان تطرق الباب وتراعي الناحية النفسية، تقعد معاه، تاخده تفسحه مع اولادك، انك تضمه وتسال عليه، تذاكر له، تحل له واجباته، انك لو عنده ارض ترعاها وتطيبها وتحصدها. ليه؟ لان كل ده بتراعي الناحيه النفسيه. ترعاها ولا تسرقها؟
يعني راها، لان هناك ناس يسرقونها، ويعني ولذلك عبر القران الكريم فقال انما ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. القران الكريم عبر في هذه الايه تحديدا ياكل في الدنيا حق اليتيم، يقول اصلا ما يعرفش حاجه، انا بربيك، وفي الاخر بينصب عليه ويكذب عليه. لكن انا اقول لمن كان على هذه الشاكله ولم يراعي حق النفس، الله عز وجل قال له إنما تأكل في بطنك نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأنا عايز أقول من هذه الناحية النفسية بقى، لما تيجي حضرتك يعني تتعامل مع يتيم دايما تعامل معه إنه ابنك، أوعى تعمل فارق إن ده ابن أخوك يتيم أو ده من عيلة، دايما اتعامل معه على إنه ابنك. وحتى كان جه واحد لسيدنا النبي بيشتكي بيقول يا رسول الله انا عايز اضرب فلان، يعني انا بربيه وده يتيم، شو بيراعي الحق النفسي فيما حتى في الضرب او في تكشيره الوش. قال يعني فمما اضربه، يعني اضربه منين؟ قال اضربه مما تضرب به ولدك. شو انت بتضرب ابنك ازاي وبتعاقبه ازاي وبتعاتبه ازاي؟ اضربه من هذا المنطلق. ليه؟ ده الصحابي نفسه حفاظا على الناحيه النفسيه. تعال نشوف ان الرسول لما امر بذلك يعني اضربه مما يضرب به ولدك. طيب ده أمر سيدنا النبي كان بيعالج الناحية النفسية عند الأطفال الأيتام. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طرقات المدينة، النبي ماشي في طرقات المدينة وإذ به يجد صبيا يعني يبكي، لقى طفل صغير يتيم قاعد بيعيط. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل بركبته، شوف الناحية النفسية بتاعت المربي والمعلم والأجيال صلى الله عليه وسلم، ويجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله كده، يسأل أول حاجة عن الناحية النفسية، هل أكلت؟ هل شربت؟ بيعالج الناحيه النفسيه. يقول له طب انت ليه ما بتلعبش مع اصحابك صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني دعني وشاني، وهذا الصبي مسلم لكن ما يعرفش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعني وشاني، قال لما؟ قال لقد مات والدي باحدى الفتوحات الاسلاميه، ابويا مات في غزوه من الغزوات، وتزوجت امي برجل اخر. ده حال كتير من الاولاد او البنات، ان الام بتسيب اولادها وتبحث عن نفسها. تقول لك اصل ده كانت حياه الزوج حياه صعبه، او كانت عنده مشاكل وعنده هموم، فانا كويس انه مات، فبتبتدي تبحث وتدور عن نفسها. مين اللي بيدفع الثمن هنا؟ زي المطلقه وزي الارمله، اللي بيدفع الثمن هنا الاولاد، هم الضحيه. اما تقعد تربي اولادها ويبقى ده جميل للاولاد وحق، واما انها تتزوج او تجيب راجل تاني يدخل عليهم. فشوف النبي عالج النقطه دي، فقال يعني ابويا مات في غزوه من الغزوات او فتح من الفتوحات، وامي اتجوزت رجل اخر وتركتني وحيدا. فالنبي خده بقى وطبطب عليه ومسحه وضمه للحضن وحنانه صلى الله عليه وسلم، الناحيه النفسيه. فلكن النبي لو سابه مشي او سال سؤال عابر سبيل، ما كان ده هيبقى زي مصير ان ليه احنا عندنا كميه تسول في الشوارع؟ عشان احنا يقول لك يعني ده خلاص سيبه، او يا عم ده ليه ملهوش اهل؟ طب ما تاخده، لو انا احتويت ده وده احتوى ده، وانا احتويت الاسره اللي جنبي وده احتوى المجتمع وده، هيجي في الاخر مجتمع يظهر بشكل لائق. لكن للاسف احنا الاب يموت فالاولاد بيشردوا وينطلقوا في الشوارع، وفي الاخر نقول احنا بنعاني من ظاهره التسول او من ظاهره التحرش او من ظاهره الظواهر غير نفسيه للشباب والمجتمع. لكن هي بدات منين؟ من تحت الصغر اللي هو ايتام او غير ذلك. طب شوف سيدنا النبي قال له ايه بقى؟ قال له اترضى ان يكون محمد لك ابا؟ ترضى تقبلني ان انا اكون اللي هو الرسول؟ تقبلني ان انا اكون ابوك؟ مين يتمنى هذا؟ وتقبل ان انا تكون فاطمه اختي لك، ده بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبل ان انا علي جوزها، تقبل ان يكون علي اخا لك، تاخد علي اخ لك، وتقبل ان يكون الحسن والحسين اخوان لك؟ ودول مين جدهم سيدنا النبي؟ مين اللي ما يقبلش ان هو يتربى في البيت ده؟ فقال انت محمد رسول الله؟ قال نعم انا رسول الله. وخدوا النبي وتربى بين حضن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويحكي القصة، يعني هي قصة مطولة بس نلخصها، ان الولد كبر خلاص يعني اتمسحت الدمعة من على خده، وبعدين اتربى في بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولف عليه الوقت، فكبر بين الصحابة وتربى. يجي بعد كده الحالة النفسية ان الولد يكبر ويشيلها جميلة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تربيت في بيت رسول الله، ولولا رسول الله ما احببت دين الله تبارك وتعالى. ويجي بعد كده فالاولاد يسالوه اللي كانوا من سنه، يسالوه بقى الناحية النفسية، ما لنا لا نراك تلعب معنا وقد تركتنا وخلوت إلى سبيلنا، كنت معنا فترة من الفترات وبعدين سبتنا ورحت مكان تاني. قال تربيت بين أحضان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عاتبني وما قال لي كلمة ولا جرحني. تخيل العمر أذاني والعمر عاتبني زي سيدنا زيد بن حارثة،
ولا عمره عاتبني ولا عمره حسسني ان انا ضيف عنده، كان بيعاملني زي الحسن والحسين بل اكثر مما يعاملني، اكثر مما يعامل الحسن والحسين. ففرح وتمنى ان يقدم روحه وحياته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فداء. بسبب ايه بقى؟ بسبب الحاله النفسيه اللي بداها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معهم منذ كان عنده كم سنه؟ بعض الروايات تقول 10 سنين، ولما بيتكلم كان وصل سنه 20 25 سنه. فالنبي بيعالجه من الفتره ديت علاج نفسي. اللي هو بقى ايه، احنا مش هنسيبه لظاهره المجتمع ان يكون من سبب للفساد والضلال والانحراف والامراض العصبيه والنفسيه، لكن سيدنا النبي نزل بركبتيه اول ما شافه يوم العيد ومسح على راسه. تيجي السيده عائشه بتعامل الموقف بالعلاج النفسي زي جوزها وحبيبنا وتاج راسنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بتشتكي لسيدنا النبي بتقول له انا قلبي قاسي، وانا عايز اوصل رساله لكل الساده المشاهدين، لو قلبك قاسي في يوم من الايام او ما انتش حنين امسح على راس يتيم. قال له وصيه، مش كلامي بقى، كلام سيدنا النبي. لما جه واحد وجت برضه السيده عائشه بتقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اشكو قساوه قلبي، قلبي بشوف جنازه ما بتطعس وما بتغيرش، بشوف مثلا دماء ما بتحركش، بشوف ناس مرضى ما بتطعس وما بتغيرش، بشوف حاجات قدامي بتذكرني بربنا بس انا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. فالسيدة عائشة بتقول لسيدنا النبي ماذا أفعل؟ عايز قلبي يكون حنين ورقيق مع الله سبحانه وتعالى. أم سيدنا النبي ماذا قال لها؟ قال لها يا عائشة امسحي على رأس اليتيم يلين قلبك لله. عشان قلبك يرق كده وتكون حنين وتكون بتنظر للناس بطبقات المجتمع، أصل أنت النهاردة أنت ماشي على قوتك وصحتك، ما ممكن اللي أنت يعني بتنهره او يعني بتبعده او ترفضه، وممكن تكون انت في يوم من الايام انت ابنك ده يكون يتيم، ممكن يكون في نفس المكانه. وتلك الايام نداولها بين الناس وكما تدين تدان. فانا عايزين اقول لك انت النهارده مبسوط ماديا ومرتاح وعندك اولاد، لكن ممكن يجي عليك الوقت يتغير يكون ابنك ده هو اليتيم، فلا بد انك تتعامل بنفس المنطلق ده، مفيش حد ضامن عمره. ولكن السيده عايشه هنا بتعالج الناحيه النفسيه عندها عشان تقدر تعالجها مع مع الناس. قال لها امسحي على قلب اليتيم يلين قلبك لله. هناك امر اخر يا استاذ اسماء والساده المشاهدين، ازاي نعلي الناحيه النفسيه عندي؟ عايز تعلي الناحيه النفسيه انك تعليها ناحيه ايمانيه. العلاج النفسي علاج ايماني. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. قد حرف تحقيق هنا، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. لما ربنا تحدث في سورة يوسف فقال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس هنا ممكن تكون نفس خبيثة وممكن تكون نفس مطمئنة ونفس متقلبة. طيب أنا عايز أربيها نفس طائعة لله سبحانه وتعالى من يوم اليتيم ده. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مسح على رأس يتيم فله بكل شعرة من شعرات حسنة. الله على هذا الحديث، ان انا ممسح على راس اليتيم باخد على كل شعره من شعراته حسنه. تعال بقى نقول بالعاميه لو قعدنا نعد كثير من الحسنات. واخذ بكل شعره من شعراته درجه في الجنه. اللي احنا شايفينه ده الغلاف الخارجي للكره الارضيه، لكن السماوات تبدا من فوق الغلاف الخارجي. بين السماء والارض يعني لا يعلم عددها الا الله، ولا يعلم مساحتها ولا ارتفاعها الا الله سبحانه وتعالى. طيب تاخذ بكل شعره من شعراته درجه، نعم، وكفر الله بكل شعرة من شعراتي سيئة. طب ده مردود ايه على الناحية النفسية؟ لما حد يسمع الحديث ده ان انا لما امسح على راس يتيم بكون سعيد جدا في قمة السعادة. لكن اليتيم لحد سن 13 14 سنة حتى يبلغ. لكن ما نجيش بقى واحد في الجامعة يقول لك اصل انت يتيم امسح على راسه عشان اخد الثواب، وان كان هذا مطلوب الحنية. لكن مطلوب ما قبل ذلك المسامحة والعفو وإعطاء الحق، وإن أنا أقف في جنبه وإن أنا يعني أجيب له حقه إن كان مظلوم حتى لو مين، لأن ده حق مسلم. اغتصب أو انتهك، ده الإسلام بيأمر بهذا حفاظا على الناحية النفسية. فيعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يؤدون حق الأيتام والفقراء والمساكين. حضرتك قلت انه اليتيم نضربه زي ما اضرب ابني. نعم. بنفس الطريقه. نعم. او بنفس. نعم. كده ما هو ممكن يعني انا خايف عليه وخايف على مصلحته. نعم. ما هو ممكن يتاثر نفسيا اكتر ويبقى يقول ما هو انا عشان مش ابنه فبيضربني. نعم. او بيعنفني او بيتعامل. نعم. معايا بشكل مش كويس. نعم. ندلع قوي اليتيم ونراعي مشاعره زياده. نعم. ولا نتعامل معاه لانه انسان عادي زيه زي ولادنا. نعم.
احنا نتعامل معاه كما حضرتك قلتي زيه زي اولادنا. ابنك مثلا لو انت لو عمل موقف هتعاتبه صح؟ هتقول له ده خطا، لا ده صح، لا كذا، وتبتدي تتعامل معاه. طيب لو ابنك تجاوز الحد في الخطا اكيد هتضربه. طيب ما تقولش عشان ده يتيم فاضربه اكتر، عشان انا بنصحه ملوش اب وانا بعدي فيه. لا، لما جه الراجل بيسال سيدنا النبي قال له ايه؟ اضربه مما تضرب به ابنك، يعني شوف ابنك انت بتعاقبه ازاي، بس ما تعملش فارق. يعني حتى لو نيته وهو بيتعامل معاه كويسه انه خايف على مصلحته؟ نعم، حتى ويخايف على مصلحته، بس ما يتجاوزش عشان ما يوصلش الناحيه النفسيه ان هو بيضطهدني. هو دايما لما بيلاقيك انت بتعامله كانه ابن، ولما بيخطا انت بايه؟ بتقول انت اخطات. لكن ما يجيش كل حاجه انت بتعامل ابنك بموقف وتيجي عنده فبتعاتبه، فهو بينظر لان عارف ان انت مش اب ليه. الا لو طبعا مثلا لو جاي من الصغر فما بيعرفش ان ايه، لانه متربي ما يعرفش مين ابوه، فلقاك قدامه انك ايه انت اب، ولقاها قدامك انك ام. طيب انا حضرتك دلوقتي انا اتعاملت بعامل ابني كويس، هو ممكن يحس ان في فارق في التعامل، حتى درجه مش شرط يكون يتيم، بعض الاباء في البيت بيفرق ما بين ده متفوق فيعامله كويس وبين ده ليه اسلوب معين فبيعامله بهذا الاسلوب. لا، لابد ان نعامل الناس معامله فيها سواء. سيدنا النبي قال يعني الناس سواسية، سواء أطفال صغار كبار، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. وأنا أقول هنا في اللي عايز يتعامل مع اليتيم، دايما تعامل بمبدأ لين من غير ضعف، شدة من غير عنف. إنك تكون لين، بس مش لين إنك يؤكل، لين يعني لين من غير ضعف، انك ما يكونش حقك ضعيف، او الولد يسخر منك او يعني يستهزئ بيك. لا، لين من غير ضعف، وشدة من غير عنف، انك ما تجرحوش او تظلمه او تكسر نفسيته على سبيل ده انا يتيم وانت جاي تربيني، وتيجي في الاخر تطبطب عليه او تضم لحضنك. لا، دايما تعامل معاه كانه ابنك من صلبك. ودايما تعامل مع الناس يعني بمبدا الرحمه. كن مع الناس كالشجر يرمونه بالحجاره فيرميهم باطيب الثمر. وتعامل مع اليتيم تحديدا، انك تعامل مع اليتيم بهذا المبدا. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. تعامل مع ابنك بمثل هذا المنطلق، انت بتعلمه عشان دي يعني هو ليه فضل اكثر عند ربنا سبحانه وتعالى. انت عملت ابنك وربيته، لكن بالنسبه لليتيم له حق، واحسنت التربيه يعني. وده نضم بقى يعني تبشيرا من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومبشرا ونذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يعني من كان له اربع من الاولاد، ليه اربع اولاد، لو انت اخذت اليتيم ده وربيته وضميته وصرفت عليه وعلمته وكبرته وجوزته، اعتبره ابنك. من كان له اربع من الاولاد رباهم وعلمهم واحسن تربيتهم، كانوا حرزا له من النار. فيقوم سيدنا النبي واحد قاعد بيساله بيقول له يا رسول الله او ان كانوا ثلاثه، يعني لو ثلاث اولاد، قال وثلاثه. يا رسول الله ان كانوا اثنتين، انت ما عندكش الا اثنين، قال او ان كانت واحده. فانت لو بتربي اليتيم ده حضرتك استاذ اسماء والساده المشاهدين، بربي اليتيم ده بيكون حرز، بيمنع، بيكون حاجز بينه وبين النار. فانت دايما تربيه من مثل هذا المنطلق. المراه اللي بيموت زوجها الارمله، نعم، بيسيب اطفال، طفل، طفله، يعني ايا كان عددهم. نعم. حضرتك قلت ان في ممكن هي ام بتسيب ولادها، وده بيسبب ظواهر كتير مش كويسه بنشوفها. نعم. في الشوارع بتسيب ولادها وبتتجوز. نعم. ده حلال، حقها انها تتجوز، ما فيش مشكله، بس مش حقها ان هي ترمي ولادها. نعم. الام بقى اللي بتقفل على نفسها وعلى اولادها وبتقعد تربيهم حتى لو كان طفل او طفلين، نعم، دي بتاخد ثواب ان هي بتربي طفل يتيم ولا هي ام؟ نعم، هي بتاخد ثواب الطفل اليتيم وتاخد ثواب الام. نعم، لماذا؟ لان دي يعني 90% ظواهر منتشره عند الناس، ان جوزها يموت فتقول لك لا انا مش هربي غير اولادي، انا حياتي كلها الاولاد. وتقول لك انا ثمره حياتي لما اشوف اولادي كبار ومتجوزين وسعاد، سواء كان من رجال او نساء او بنات. فهي بتاخد ثواب اثنين. انا بقول لها حديث سيدنا النبي احنا قلناه من شويه، اللي هو من كان له ثلاث اولاد فرباهم وعلمهم احسن تربيتهم. اول حاجه ليكي ان كل ام بتسمعنا دلوقتي وعندك ايتام، ونعرف ان بعض الامهات هي بتسمعنا اكيد يعني ان هي تبكي بكاء مرارة، او لا ما تبكيش، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرك بالجنه. اولادك اللي انت ربيتيهم كايتام بتاخدي حق ان يكونوا حرز ليك، حجاب ليك من النار. ده امر. الامر الثاني ان انك كأم بتربيهم بتاخدي ثواب نفس الثواب بل مضاعف، والله سبحانه وتعالى يضاعف لك في الاجر والثواب. يبقى انت كده جمعت بين اثنين، جمعت ما بين انك ربيتي اولادك
كاولادك ما بهدلتهمش او تزوجت زي النساء ما بتعمل، او ما بين ان انت احسنت تربيتهم وحبست نفسك عن الزواج، وكان ده حق، انا اقول هذا حقها. بالزبط. لماذا يعني بعض الناس بتقول لك لا اصل ده اولادها، لا هي عايزه تجيب زوج معاها في البيت، بس لا يعني لا يعني تترك اولادها اللي هيجي يخطبها او يتزوجها بتشترط عليه اولادي. وفي بعض الناس يقول لك لا انا هو مش عايزني، ده عايزني انا مش عايز ولادي، فالامر لك انت بالخيار. وفي اوقات زوج بيجي بيكون اب، يعني لما بيكونوا صغيرين زي ما حضرتك قلت ممكن الولد يكبر ما يشوفش غير هو زوج الام ويفتكره والده من كتر ما هو بيتعامل معاه كويس يعني. نعم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث في حجه الوداع فقال الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم، في جزء من اخر الحديث الله الله في النساء لا تكلفوهم ما لا يطيقون، اخذتمهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فسيدنا النبي وصاك وذكرك في حجة الوداع، الحجة التي تقال إلى يوم القيامة، الله الله في النساء لا تكلفوه ما لا يطيقون. وأنا أقول يعني أنت لك ثواب عظيم وقدر عظيم، وأنت يعني من الأمهات الواحد يتمنى أن يحمل التراب تقبيلا وتقديرا وحقا واحتراما، أن هي ربت أولادها وحبست نفسها عن الزواج، وإن كان هذا حق لكن لك قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يكون من يعني من الذين يحسنون تربية أولادهم بإذن الله عز وجل. أخيرا بقى عايزين نسمع ابتهال من حضرتك أو دعاء. نعم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد في الأولين ولك الحمد في الآخرين ولك الحمد أبدا أبدا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا حتى نلقى. اللهم اجعلنا ممن يحسنون إلى الأيتام، اللهم اجعلنا ممن يحسنون إلى الأيتام، واستعملنا يا الله واستعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ارزقنا رحمة ترحم بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتجمع بها خطايانا وتغفر بها ذنوبنا وتكفر عنا خطايانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وكل من كان لهم فضل علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجعلنا من البارين بهم بعد مماتهم، واغفر لهم يا الله وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله
الآخرة شيء من الدنيا لنا، لا إله إلا الله. اللهم أمين. نشكر حضرتك الشيخ أحمد مدكور من علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا. بعد الفاصل مكملين في ساعة صبحية، استنونا.